احرار. مرحبا بكم فرنسا، العاصمه الفرنسيه باريس، مدينه انير. كيفاش جاك الاستقبال ديال المغاربه هنايا، وشنو الكلمه اللي يمكن لك توجهها للمغاربه المهجر وخصوصا مغاربه فرنسا؟ شكرا جزيلا لجمعية غاسين كلوب سبور اي كولتور، شكرا لمغاربة العالم وبالخصوص المغاربة المقيمين في مدينة باريس ومدينة أنيير. كان استقبال جميل جدا، استقبال حار، كان تبادل أفكار وجهات نظر واستعداد أيضا لمجموعة المشاريع الثقافية في المستقبل. باقي نشوفكم معنا إن شاء الله. طبعا انا غادي تشوفوني مرارا وتكرارا. اليوم غادي نحضروا جميع هذه السهره الجميله اللي كتجمع ثله من الفنانين، حنان الفضيلي، عزيز الفضيلي، مراد ميموني، زبايل، يعني السي عبد القادر اللي كيدير لا ماجي، يعني مجموعه ديال الفنانين. اضافه الى ماشي غير غادي نقوم بتقديم السهره، ايضا غادي نقدم الفيلم ديالي تربة نواضو اللي هو بنت الريح، فيلم وثائقي.